معنا على التليفون دكتور صابر عثمان المتحدث باسم تحالف القوى المدنية. بعد التحية دكتور صابر. ايوه فندم حضرتك. بعد التحية، رؤيتك أو قراءتك لمؤتمر المناخ كوب 27 وهي قمة التنفيذ، وهي معنية بشكل كبير جدا بالوفاء الدول الكبرى بتعهداتها تجاه الدول النامية للحد من أضرار التغيرات المناخية. هو في الحقيقة الكوب بتاع 27 هو استكمال لمسيرة جمهورية مصر العربية في مساندة الدول الأفريقية، فمصر كانت رئيسة للمجموعة الأفريقية لمجلس وزراء البيئة الأفارقة سنة 2015، ابان وضع اتفاقية تغير المناخ، وأطلقت مبادرتين مهمين جدا لتغير المناخ على مستوى أفريقيا، مبادرة التكيف مع تغير المناخ سنة 2016، مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا سنة 2016، واللي من خلالهم تم تنفيذ العديد من المشروعات والحصول على تمويل من عدد من الصناديق التمويلية المعنية بتغير المناخ. ايضا هناك عدد من المبادرات اللي تطلقها الرئاسه المصريه هذا المؤتمر تهم افريقيا وتهم كل الدول الناميه، ياتي على راسها مبادره الزراعه، وطبعا قطاع الزراعه من اكثر القطاعات المهدده بتاثيرات التغيرات المناخيه، والفلاحين هم العاملين في مجال الزراعه على مستوى العالم اجمع هم الاكثر تهديدا والاكثر هشاشه بتاثيرات تغير المناخ. تاتي المبادره الثانيه على موضوع التغذيه، وهو طبعا مهم جدا سواء لصحه الام التي ترضع اطفالها او لصحه الاطفال منذ ولادتهم حتى واثناء الحمل فيهم ثم حتى سن 5 سنوات، لان طبعا الفتره دي تبقى اخطر فتره في عمر الطفل اذا لم يتم حصوله على التغذيه السليمه، يؤدي ذلك الى بعض الامراض وحدوث مشكلات كبيره منها القزام على سبيل المثال او امراض تخص المناعه الخاصه بالجسم. هذا فيما يخص افريقيا. على الجانب الاخر هناك محاولات من الرئاسه المصريه الى الوصول الى اليات تنفيذ اتفاقيه تغير المناخ اللي تم وقوعها سنه 1992 وبدات سنه 1994 في اجتماعاتها، وحتى هذه اللحظه تعاني من الكثير من المشكلات في عمليه التنفيذ. ايضا اتفاق باريس الذي يهدف الى الحد من ارتفاع منخفض درجه حراره الكره الارضيه وبما لا يزيد عن 2 درجه مئويه على الاكثر، وبناء عليه هناك احتياج من الدول المتقدمه تبدا في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الخاصه بالتمويل وبناء التكنولوجيا وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات الحديثه صحيح. الى الدول الناميه. يمكن لما بنتحدث عن الصمود والتخفيف والتكيف كمان لا زال لدينا مشكله كبيره جدا، هي مشكله التمويل، وبتحتاج لتضافر عدد كبير جدا من الجهات من عواقب الفشل بعد ذلك في التكيف مع التغيرات المناخيه. قطعا مساله التمويل من المسائل الهامه جدا، والتمويل مش بس اللي بيجي من الحكومات، لا كمان التمويل من القطاع الخاص ومن المصادر المتعدده مثل الصناديق التمويليه ومثل البنوك التنمويه. اهميه طبعا موضوع التمويل ان احنا مش هنقدر ننفذ اي مشروعات الا في وجود التمويل، وطبعا حتى اتاحه التمويل في حد ذاتها ووجودها في الصناديق التمويليه غير كافي، لازم يجب ان تكون هناك عمليه تيسيريه لحصول الدول الناميه للتمويل وبناء قدرات خبراء الدول الناميه حتى تمكنوا من كتابه المشروعات طبقا للاشتراطات التي تضعها الصناديق التمويليه المختلفه، حتى تمكن الدول الناميه من الحصول على التمويل وتنفيذ المشروعات التي تساعدها في الحد من الانبعاثات الكربونيه او التكيف مع التغيرات المناخيه. صحيح، اليوم هو يوم العلم والشباب، اليوم البحث العلمي هو اليوم المخصص في خلال فعاليات مؤتمر كوب 27. كيف ترى أن أهمية تقديم حلول تكون معتمدة على العلم للتصدي لهذه التغيرات؟ طبعاً لم نستطيع التكيف مع التغيرات المناخية أو حد من الانبعاثات الكربونية غير بوجود وسائل علمية رصينة ومجربة وقامت المراكز البحثية باعتمادها حتى نتمكن من تحقيق أهداف اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس. بالنسبة كمان للشباب، دور الشباب في تفعيل هذه المبادرات على مستوى العالم. مش الشباب بس، والله الشباب والأطفال من الفئات الهامة جدا لمواجهة تغير المناخ، طبعا الأطفال هم الأكثر تضررا، الشباب عليهم دور كبير جدا في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الابتكار، من خلال تنفيذ مشروعات رائدة ومشروعات مبتكرة في ريادة الأعمال.
ويمكن في عدد من الاحداث الجانبيه يمكن منهم حدث جانبي بيقوم بيه التحالف النهارده بيغطي رياده الاعمال عبر القاره الافريقيه، وبيشارك معانا شبكه من شبكات العمل المناسب لافريقيا، شبكه سين بتضم 20 دوله افريقيه، والهدف ان احنا نضرب المثال بمجموعه من المشروعات اللي موجوده عبر الدول الافريقيه، ويمكن نقل تلك الافكار من دول الى اخرى. طيب حضرتك يمكن يعني ذكرت التمويل وانه ليس المعني فقط به الحكومات ولكن ايضا منظمات المجتمع المدني، كيف ترى ما هو الدور المنوط به منظمات المجتمع المدني بحل هذه المشكله والمشاركه فيها في تمويلها ايضا؟ طبعا بناء قدرات منظمات المجتمع المدني مهم جدا علشان يكونوا عندهم فهم واستيعاب للقضيه بابعادها المختلفه، وبالتالي يكونوا حائط صد حقيقي ضد الهجمه اللي بتيجي من الدول المتقدمه اللي بتحاول ان هي تقول معلومات مغلوطه مع الاسف علشان تجبر الدول الناميه ان هي تبقى معنيه بمساله زي مساله التخفيف وخفض الانبعاثات، على الرغم مثلا انبعاثات القاره الافريقيه كلها 4% مقارنه مثلا بالولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي اللي انبعاثاتهم ازيد من 50% من الانبعاثات العالميه، وبناء عليه اذا المجتمع المدني لعب دوره بشكل سليم دوت هيمكننا من ان احنا نقدر بالفعل نوصل للشباب وللمجتمع واطرافه المختلفه علشان نقدر نوعيهم بقضيه تغير المناخ ويكون ليهم دور فاعل، وفي نفس الوقت يكونوا فاهمين المعلومات المغلوطه اللي بيحاول احيانا بعض الجهات استخدامها ضد دولنا الناميه ويقللوا ويفرضوا علينا فروض غير ملزمه لينا ولا علاقه لها بالاتفاقيه، الاتفاقيه دي بتنص على ان الدول المتقدمه هي اللي معنيه باليات التنفيذ التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، ولا يوجد اي اشتراطات على الدول الناميه غير شرط واحد وهو تقديم تقارير بتقول فيه ايه هي الاجراءات التي تم اتخاذها. طيب انا كان يعني كنت محتاج اعرف حضرتك يمكن تذكرت من دقائق عن رياده الاعمال مع دول افريقيه، دوركم في مصر بقى ايضا هل هي ليكم بعض المبادرات الهامه جدا خاصه طبعا. او المعنيه بالتحذير او الاطلاع اكثر على التغيرات المناخيه؟ يعني يمكن في احدى الجلسات عفوا المقاطعه كانت بتطالب احدى الـ يعني المشاركات بان يتم تدريس التغيرات المناخيه في المناهج الدراسيه حول العالم. هو انا عايز اقول برضو احنا عندنا هنا الحمد لله في مشروع بتكون بيه ده بعيد عن المجتمع المدني، بس انا لان كنا مشتركين مع وزاره البيئه، المشروع دوت قام بوضع وعمل دمج وتعميم لمفاهيم تغير المناخ داخل المناهج التعليميه، يعني ظاهره الاحتباس الحراري دلوقتي بتدرس للاطفال في السنه الرابعه ابتدائي، فده بالفعل تم. الجزء الاخر الخاص بالمبادرات احنا بالفعل كمؤسسه من احنا عندنا حوالي دلوقتي في 20 مؤسسه في التحالف، يمكن كل واحد فيهم عامل مبادرات، يمكن ادي حضرتك مثال عندنا مؤسسه مناخ ارضنا التمام والسلامه، احنا عملنا مبادره اسمها كلايماسون لتشجيع الشباب على ايجاد افكار محليه لمواجهه تاثيرات تغير المناخ، وتم تنفيذها في 12 محافظه من شهر 3 لغايه يوم 31 اكتوبر اللي كان فيها الحفل الختامي اللي كسب فيه فريق من الاقصر بفكره رياديه للاستفاده من يعني احب اعرف بعض الافكار، يعني لو حضرتك تقول لنا بعض الافكار اللي تم تقديمها ايه؟ يعني المشروع الفائز كان من الاقصر، وطبعا المسابقه دي كانت تمت في مكتبه الاسكندريه يوم 31 اكتوبر. المشروع الفائز كان اعاده تدوير مخلفات قصب السكر، كان في مشروع ثاني الهدف منه التعامل مع المخلفات، كان في اولاد عاملين روبوت، الروبوت دوت بيتحرك في الميه بيجمع المخلفات ورد النيل. كان في مشروع اخر معني بالاستفاده من بعض النظريات العلميه لتوليد الكهرباء واستخدامها في الاضاءه من النباتات. فكان في افكار مشروعات كلها، يعني حوالي كان عندنا 150 فكره مشروع اتجمعوا من ال 12 محافظه، وكان في منافسه شديده بينهم، وكان في حوالي 450 شاب وصلوا للمسابقه النهائيه. في مشروع في مبادره اخرى قامت بيها شبكتين، شبكه رياده الاعمال للشباب، وكان الهدف منها ان احنا نقدر نوصل لاكبر قدر برضو من الافكار الشبابيه، وكان بيتم بالتعاون مع برنامج الخدمات المستدامه واكاديميه البحريه للعلوم ونقل التكنولوجيا. فانا عايز اقول ان في انشطه كتير اتعملت السنه دي، وان شاء الله كمان هتستمر السنه الجايه نظرا لان الكوب في المنطقه العربيه في دوله الامارات الشقيقه، وبناء عليه هنستمر يعني في بناء القدرات، لان مع استمرار التوعيه واستمرار
بس هذه الافكار الايجابيه، ده كله بيغير في وعي وفكر الشباب وبيوجه المشروعات. وانا بحيي حضرتك من خلال يعني تحالف القوى المدنيه من اجل المناخ ان انتم بتحاولوا بكل الطرق ان المشاركه في الحد من تاثير التغيرات المناخيه على مستوى العالم. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور صابر عثمان، متحدث باسم تحالف القوى المدنيه من اجل المناخ.